وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، هي أغلى الأوطان. انتي حب شيء عادي، عيلك ما كل أنا. مصر بلادي وفؤادي، هي أغلى الأوطان. انتي حب شيء عادي، عيلك ما كل أنا. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. ونقول بصوت واحد، تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، وهي اغلى الاوطان. انتي حب شيء عادي، عيلك ما كل انا. مصر بلادي وفؤادي، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك؟ في القلب شايلانا في العين شايلينك. من لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك؟ في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في ضربنا من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا تعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أناديلك مصر، مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، تحيا مصر. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. علشان صحتك تهمنا، بنستخدم أفضل خامات التغليف وكمان أجود أنواع المواد الغذائية. الامتياز فودز لتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع المواد الغذائية، أرز، سكر، خضروات وكافة أنواع البقوليات. التعامل المباشر مع كل منافذ بيع المواد الغذائية في كل مكان في مصر، مع تجار الجملة والمحلات والفنادق والمطاعم. الامتياز فودز، شعارنا هو الإتقان يصنع الجودة والتميز. أسعارنا ملهاش مثيل، واسألها تعرف إنه مفيش بديل. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، 2 شارع مسجد الرحمة، مساكن فيصل خلف الدائري، 011-5-650-16-34 010
92 34 04 89. شركة هامبورغ لتصنيع واستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية. التكنولوجيا الألمانية والجودة السويسرية بأيدي مصرية. جميع أنواع الثلاجات، الغسالات والديب فريزر. التعامل المباشر مع الموزعين وتجار الجملة في كل محافظات مصر. كل منتجاتنا بالضمان وحتى 5 سنوات. لدينا خدمة ما بعد البيع. مراكز صيانة هامبورغ في كل مكان. متخصصون محترفون نتميز عن غيرنا لأننا الأسرع في الوصول إليك. هامبورغ تهمها صحتك وصحة عيلتك، علشان كده لازم تنضموا لعائلة هامبورغ. هامبورغ يعني الجودة والأمان والضمان والعمر الطويل. هامبورغ لديها كل ما يلزم البيت المصري في أي وقت وأي مكان. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات. بيع وشراء وإيجار أراض ووحدات سكنية ومحلات تجارية وعقارات وفلل. أروع وأجمل التصميمات وكافة أنواع التشطيبات والديكورات. إمكانية المشاركة على الأرض. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات. 1 شارع عبد الخطاب، أرض اللواء المهندسين. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم عيون مصرية. الحقيقة أنا طبعا بعتذر عن الحلقة اللي فاتت، ولكن بذكر زميلتي الإعلامية علياء سماحة لتقديم الحلقة نظرا لظروف خاصة. ولكن النهاردة إن شاء الله برنامج عيون مصرية، وزي ما وعدناكم إن هذا البرنامج بيتبنى كل القضايا المجتمعية اللي بتختص بالأطفال والنساء والشباب والرجال وكل القضايا المجتمعية المهمة جدا اللي بتهم كل المواطنين على او في كل الشعوب العربيه. النهارده بما اننا بقالنا فتره يعني ما اشتغلناش على فقره مواهب مصريه نظرا للظروف واعداد بعض الحلقات، النهارده عاملين مفاجاه لكل حضراتكم وكل الساده المشاهدين وكل ابنائنا اللي موهوبين، عندهم مواهب في التمثيل ومواهب في الغنى ومواهب في كتابه القصص ومواهب حتى دراسيه ومواهب رياضيه. عامل لهم مفاجأة جميلة جدا جدا جدا. يعني تواصل معانا فريق عمل مسرحي، مخرج كبير جدا الأستاذ إيهاب، والمؤلفة والسيناريست الأستاذة زبيدة. عاملين أكتر من عمل مسرحي جميل جدا، وتواصلوا معانا وتبنوا مبادرة لاكتشاف وتنمية وتحفيز مواهب الأطفال وحتى الشباب، مش الأطفال بس. هم هي يعني اي حد عنده موهبه من خلال فريق العمل المسرحي ان شاء الله باذن الله هنحاول نكتشف هذه الموهبه، وان شاء الله باذن الله هيكون لهم دور في المسرحيات والاعمال الفنيه اللي بيقدمها فريق العمل المسرحي بقياده المخرج ايهاب نعمان والاستاذه السيناريست والمؤلفه الاستاذه زبيده. زبيده سعيد، دعوني بس نرحب الاول كده بضيوفنا الكرام معاكم، وان شاء الله نكمل بقى حلقاتنا.
نرحب بحضرتك استاذ ايهاب. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انا سعيد جدا ان انا جيت النهارده ومع حضرتك، ودي شيء يشرفني جدا يعني. اهلا وسهلا بيك استاذ ايهاب. رحب بالاستاذ زبيده. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه زبيده سليمان بقى. سليمان تمام كده؟ صح مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ومعانا طبعا طفل من الاطفال الموهوبه اللي نفسهم يعني يعملوا او يكتشفوا مواهبهم في عالم التمثيل. عرفنا في نفسك. ابراهيم طارق. ابراهيم طارق، اهلا ابراهيم. وزي ما شفنا حضراتكم دلوقتي هنبدا مع الاستاذ ايهاب يكلمنا عن نفسه الاول، ويكلمنا على الاعمال الفنيه اللي بيقدمها، وفكرتك بالتواصل معانا وتبني فقره مواهب مصريه، وعشان تكتشف الاطفال والشباب عشان يشتغلوا مع حضرتك وتكتشف هذه المواهب وتقدمها للمصريين في شكل نموذجي يقدروا يبدعوا من خلاله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اشتغلت من صغري أساسا وأنا بحب المسرح جدا جدا، وكان أمنية حياتي أن أنا أخش معهد فنون مسرحية. دخلت معهد الفنون المسرحية وكان الدكتور بتاعي الدكتور سعد أرضش. تعلمت كل حاجة في المسرح، تعلمت يعني فنون مسرحية. من هنا بدأت بقى أن أنا أعمل حاجة جديدة، مبادرة للشباب، وطبعا من خلال الحلقات اللي انا شفتها لحضرتك طبعا والتواصل والكلام ده كله لغايه ما تواصلت مع حضرتك، فبدات بقى اعمل مبادره باكتشاف الشباب والمواهب اللي هي مدفونه. تمام. عايزين نحيي الكلام ده من اول وجديد. احنا على فكره يا استاذ ابراهيم بجد والله العظيم احنا بنجيب هنا مواهب اول مره يطلعوا على شاشات الفضائيات، اصوات اكثر من رائعه. دي حقيقة. في كل التخصصات وعندهم مواهب، حتى بيعملوا عروض فنيه ممتازه انا ببقى مبهور بيها. فاحنا كان نفسنا ان احنا نلاقي فعلا يعني مبادره زي كده، بحيث ان الناس دي فعلا تلاقي حاجه، تلاقي مش مجرد ان هو بيجي يطلع على الفضائيات ويفرح بالحلقه شويه، لا ده بيلاقي حد بيكتشفه وبالفعل بيوظفه في حته ان هو هياخد دور معين في مسرحيه او مسلسل او حاجه ويبدا يشتغل عليها. دي حقيقه فعلا، ده اللي فعلا اللي احنا بنشتغل عليه من خلال المبادره اللي احنا عملناها. والحمد لله ان انا اشتغلت مع كذا فريق بعد ما اطلقت المبادره، وكلها اعمار سنيه يعني مش عمر واحد مثلا، ما بنخصص اعمار. تمام. هي بتبقى اعمار سنيه كلها من جميع الفئات. احنا يمكن في البرنامج بتاعنا لما جينا نعمل فقره مواهب مصريه قلنا ان هي هتبقى لحد 18 سنه، لكن انت دلوقتي بتقول انا ما عنديش مشكله حتى لو في بعد 18 سنه. بالظبط. ودي طبعا حاجه مبشره. يعني دي حاجه كويسه. انا حابب ان انا اعمل كده، هو فعلا بيقف عند سن ال 18. تمام. لكن انا حابب ان انا اعمل اطلق المبادره لناس كتيره عندها مواهب مدفونه. تمام. احنا عايزين نحيي المواهب ديت. تمام. وبعدين هنرجع نقول ان المسرح ابو الفنون. تمام. والمسرح اختفى في وقت يعني اظهر فيه مسرح مصر طبعا دلوقتي حاليا على الساحه حاجه. طيب اروح للاستاذ زبيده وارجع لحضرتك نتكلم بقى عن المسرح. اتفضل استاذ زبيده. كلمينا عن نفسك وكلمنا عن الاعمال اللي حضرتك يعني اشتغلت فيها. وفي مفاجاه طبعا للساده المشاهدين انا هقولها عن الاستاذ زبيده، بس لما ايه ناخد الاجابه بتاع السؤال ده الاول. كلمينا عن نفسك يا زبيده وبعض الاعمال اللي بتشارك فيها. زبيده سليمان، انا سيناريست مبتدئه. اشتغلت مع استاذ ايهاب نعمان بقالي سنه، اشتغلت معاه في مسرحيه مدد عالم، وبعد كده الفت مزاد علني، وليا اعمال جديده مثلا ضرب في المليان، الهروب، دي اشتغلت فيها مع شركه سي جي للانتاج المنتج محمد الكومي. والحمد لله لي اعمال تانية انا شغال عليها، وعندي اعمال ما طرحتش على اي شاشه قبل كده ولا في اي عمل سينمائي. اتمنى يعني ان انا اجد من يتبناه طبعا في ظل القناه يعني وبرنامج حضرتك. وانا شايفه ان شاء الله ان زي ما حضرتك عامل البرنامج عشان تكتشف مواهب كبيره، اكيد برضو احنا من ضمن المواهب اللي حضرتك هتكتشفها، والشباب طبعا ليهم دور مهم جدا والاطفال. انا عايز اقف عند حته بقى يعني، واحنا كمان اكيد من المواهب اللي هتشوفها، وده فعلا حقيقه. انا اكتشفت بالفعل بالصدفه ان الاستاذه زبيده سليمان عندها موهبه وعندها صوت ملائكي في قراءه وترتيل القران الكريم، فاحنا بنطلب منها وعلى الهوا تسمع الناس ويستمتعوا بهذا الصوت الملائكي، وتسمعنا بعض ايات من الذكر الحكيم لحضرتك. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس
صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، صوتك جميل جدا يا استاذ بيدا، والله حاجه ممتازه جدا. ننتقل بقى للنجم الصاعد الواعد يعني ابراهيم طارق. ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ الحمد لله. إيه موهوب في ايه يا ابراهيم؟ انا في الرسم. في الرسم، لو سمحت كمان انك انت عايز تمثل كمان، صح ولا مش صح؟ صح. طيب تمام. طيب مين بيشجعك اكتر ابراهيم في على موضوع انك انت تنمي الموهبه دي، يعني البيت ولا المدرسه؟ لا طبعا البيت. طبعا البيت مش خوفا يعني. انا يعني انا اعتقد انها تكون المدرسه اكتر، ها ولا عشان الوالد بره؟ لا. طيب يا ابراهيم قول لنا، طيب لو قلنا على مستوى البيت، طالما انت قلت البيت، بابا ولا ماما بيشجعك على الرسم اكتر؟ ماما. الاثنين يعني، انت مش عايز تنصف حد خالص يعني، مش عايز تعمل مشاكل يعني. طيب ابراهيم انت ناوي ان شاء الله باذن الله، احنا جبناك النهارده برضو لما قلت انا عندي موهبه الرسم وموهبه كمان عايز امثل ونفسي امثل بس ما اتدربتش على التمثيل، فانت جاي النهارده برضو ومعانا الاستاذ ايهاب نعمان مخرج والاستاذ زبيده، فانت عندك استعداد انك انت يساعدوك في اكتشاف الموهبه دي وتشتغل معاهم؟ مستعد. مستعد اكيد، بس خليها بقى في الاجازه عشان ما تعطلش دراستك، ايه رايك؟ طيب تمام. نرجع للاستاذ ايهاب نعمان، كلمنا بقى عن بعض الاعمال الفنيه ونبدا من اخر حاجه في الوقت الحالي. في الوقت الحالي طبعا هتكلم عن مزاد علني، تاليف الاستاذه زبيده. هي طبعا كانت فكره من افكاري ان انا عرضتها عليها، وهي بصراحه كتبتها وعالجتها بطريقه كويسه جدا. مزاد علني بتحكي عن مشاكل كتيره في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وطبعا انا هترك الحاجه دي للاستاذه زبيده لان هي اكتر واحده ممكن تكون ملمه بالموضوع. مزاد علني عرض مسرحي قوي جدا جدا، هو خلاص ان شاء الله قريبا جدا، قريب ان شاء الله باذن الله. طبعا بنتمنى ان الناس كلها تيجي وتتفرج عليه وتشوفه. ده مسرح ايه يا استاذ؟ ده مسرح رومانس. تمام. مسرح الاستاذه بدريه طلبه ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا نعمل برضو مبادره من خلال البرنامج كده، يبقى لنا عدد مقاعد لبعض الساده المشاهدين اللي يتواصلوا معانا. يا ريت الاعدادي ينزل لنا صوره المسرحيه وننطلق بقى بمؤلفه المسرحيه الاستاذه زبيده. هتكلمنا بقى حضرتك اللي مؤلفه المسرحيه، وكلمينا عن المسرحيه، المحاور بتاعتها، الاهداف المسرحيه، اهم المشاهد اللي حضرتك ركزتي عليها وانت بتكتبيها وحاسه انك انت من خلال المشاهد ديت انك انت بتوصلي رساله للناس. هي المسرحيه بتاعتنا مدد عالم، كانت فكرتها الاول. دي صوره الفريق حاليا، صوره فريق العمل حاليا. يعني ده فريق موهوب جدا يعني، كلهم بسم الله ما شاء الله يعني. حضرتك هتلاقي فئات حتى من العمر ايت، استاذ خالد موجود يعني، يعني كلها فئات سن الكبير للسن الصغير. دي مختلفة، ودي مسرحية دي مسرحية مدد عالم لكاتن نوال، العمل الجديد اللي احنا اشتغلنا عليه بالزبط. مزاد علني. تمام. احنا حبينا نوضح للناس ان على الرغم من كل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، المفروض ان احنا يبقى عندنا امل للحياة، وان احنا ما نقفش عند توقف مثلا عند حالة مرضية او حالة نفسية او حاجة. احنا شايفين ان احنا ممكن نحل كل مشكلاتنا بالتعاون. تمام. يعني شجاعة اهل البلد وكمان وقفتهم مع بعض، الحارة المصرية اللي فيها نماذج كتير مشرفة. دي حضرتك الكلام دلوقتي في لا عن مزاد علني. مزاد علني تمام. اهل الحاره اللي بيحاولوا يقفوا مع بعض يحلوا مشاكل بعض، اللي بيكونوا فعلا السند الحقيقي. الشخصيات دي موجوده في كل الحارات المصريه وموجوده في كل المصريين، مش شرط في الحاره، ولكن هي بس المواقف هي اللي بتبرز الانسان الكويس. فاحنا حبينا ناخد نستسقي من الحاره المصريه ومن المجتمع المصري الفكره بتاعتنا عشان نقدر نخرج بعلاج لكل المشكلات اللي احنا بنمر بيها في الحياه. جميل جدا يا استاذ بيدا، جميل جدا. هات لنا الصوره بتاع مسرحيه ورا الشمس عشان بس الاستاذ ايهاب يعقب لنا عليها. تمام. اتكلمنا عن مسرحيه ورا الشمس. بص يا ورا، دي كانت على مسرح ايه؟ دي كانت على مسرح تياتر افاق، استاذ هشام الصنباطي. طبعا الصوره قدامك يا استاذ ايهاب، هي لو حابب تتكلم عن حاجه ورا الشمس. عرض مسرحي ضخم جدا جدا، كان بيتكلم عن مشكله مواطن في الحياه، كان بتتكلم عن المعاناه وعن الفقر وعن الجوع وعن مشاكل في المجتمع كتير. بتتكلم عن التعليم، بتتكلم عن الجواز، عن العنوسة. جميل. يعني كان فيها كذا قضية، وكانت عامة يعني كان فيها كذا قضية كتير جدا وبتعالج مشاكل كتيرة جدا. يعني حضرتك بص لو بصينا على البطل دوت، هي كانت بتحكي عن قصة مواطن وكان أمنية حياته ان هو يتجوز ويشتغل بالشهادة بتاعته، فمن عواقب الحياة فضل لغاية ما وصل لمرحلة معينة.
والمرحلة دي وصلته المكان مش حلو في الآخر. بعد كده رجع وشاف ان طبعا افضل حاجة ليه ان هو يعيش في بلده افضل وكرامته. ده بالنسبة لعرض ورا الشمس. وانا بس الاستاذ الاعدادي نزل لنا ارقام القناة عشان لو حد شايفنا النهاردة ومن الشباب او من الاطفال اللي حابب يتواصل معنا، لان الارقام الموجودة دي ارقام التلفونات الشخصية بتاع فريق عمل برنامج عيون مصرية، واعتقد ان التلفونات كلها مقفولة دلوقتي. طيب استاذ سبيدة، كلمينا بقى انتوا ازاي تستقبلوا الاطفال والناس اللي هي عندها مواهب، بتستقبلهم ازاي؟ بتلاقي مثلا طفل زي ابراهيم دلوقتي نفسه يمثل وعايز ومعجب جدا، وممكن يكون قاعد معانا في الاستوديو خايف يتكلم، خايف يقوم يعمل دور تمثيلي، خايف يعمل كذا، بتطلعي حته الخوف والرعب اللي بتبقى موجوده عند اي حد، حتى لو مش طفل بس، حتى الشباب بيجي يمثل يقف قدام الكاميرا بيبقى اول مره بالنسبه له الموضوع مرعب جدا. الحته دي بتنتزعوها من الناس ازاي؟ هو فعلا زي ما حضرتك قلت، كل الناس اللي بتيجي بيبقى عندها الرهبه، عندها الخوف، بتبقى خايفه تعرض موهبها، زي ما حتى احنا كمان هيبقى عندنا الرهبه والخوف دوت. اي حاجه جديده بتبقى متعبه شويه للانسان، ولكن احنا عندنا في الفريق ما شاء الله الفريق كله متعاون مع بعضه، فبيجتذبوا الشخص الجديد اللي بيجي حتى لو عمل اقل القليل، برضه بيشجعوه بيقولوا ان انت طلعت بصوره كويسه جدا، ان انت اديت كويس، وبيساعدوه وبيقفوا معاه. واحنا كمان اعضاء الفريق كاستاذ ايهاب وانا بنساعده جدا، ان احنا بنشجعه على كل مشهد هو بيعمله، حتى لو غلط مش اخر الدنيا، احنا من الغلط دوت بنقدر نوصل للصح بعد كده. في مواهب ما بتطلعش من اول مره طبعا مع التست، فاحنا لازم بنصبر شويه على الموهوب علشان نقدر نخرج احسن ما فيه، وبنقدر كمان نوجهه لحاجات تانية. يعني بيبقى عنده مواهب تانية هو مش عارف عنها حاجة، فاحنا بنبدأ يعني نوظفه. يعني ممكن مثلا عنده موهبة التمثيل وانت تكتشفي مثلا ان هو الغناء مثلا او التقليد، هو صوته كويس، او طبعا او التقليد الحتة اللي هو مش واخد باله منها. أيوة اقدر تكتشف الموهبة كمان. اشجعه ان شاء الله، حتى لو كتبت له نص خاص بيه خلال القعدة واحنا قاعدين علشان اشغله. انا بحاول ان انا اعمل كده، ان انا اشتغل على كل المواهب الدفينة في الانسان، لان ربنا خلقنا كلنا مواهب يعني. صحيح. بس عايزة زي الجوهرة اللي محتاجة اللي يلمعها عشان تظهر. بالظبط بالظبط. ابراهيم اتكلمنا بقى عن امنياتك، انت بجد نفسك تطلع ايه؟ يعني دايما السؤال ده احنا بنساله وانت صغير، تلاقي الولد يقول لي بقى نفسك تطلع، اقول له ظابط، اقول له مهندس، اقول له كذا، انت نفسك تطلع ايه؟ ظابط. يعني ده انا بقول لك الاجابه يعني. طب ليه عايز تطلع ظابط؟ اشمعنى يعني؟ عشان احمي وطن. لا اجابه جميله. طيب كلمنا بقى ابراهيم عن معاملتك مع بعض يعني الزملاء والزميلات اللي موجودين معاك في المدرسه، وعن مستوى التعليم، كلمنا عن الدراسه بتاعتك، بتلاقي فيه اهتمام من المدرسه في حته الدراسه، ان هم حتى يكتشفوا المواهب، بيعملوا لكم مثلا زي نشاط ثقافي او نشاط فني، في عندكم حاجه كده في المدرسه؟ وبيطلعوا معسكرات. بيطلعوا معسكرات بره. تمام. انت بتشارك في المعسكرات دي يا ابراهيم؟ طب جميل جدا. حاسس انك انت بتستفاد منها ولا مش قوي؟ لا بستفاد منها. عندكم مسرح في المدرسه؟ مسرح؟ لا. انت عارف انا ليه بناقشك في الموضوع ده؟ لان احنا دايما ابراهيم بنقول ان مش بس الاسره هي عليها الحمل كله في حته ان هي تكتشف الموهبه بتاعتك، يعني ممكن تكون المدرسه عليها جزء كبير من المسؤوليه في اكتشاف وتنميه مواهب الاطفال. عشان كده انا بناقش الحته دي عشان اتاكد هل فعلا، لان في مدارس كتير جدا ما فيهاش مسارح في المدرسه، او في بعض المدارس اللي عندها قصور في حته انها تهتم بالنشاط الثقافي والفني، وفي مدارس برضو عندها الموضوع ده موضوع جدا. وعشان كده احنا بنناشد وزاره التربيه والتعليم بالاهتمام بهذا الجزء المهم جدا جدا. احنا مش عايزين، احنا عايزين نبقى زي الدول المتقدمه زي الامارات وبعض الدول العربيه المتقدمه في مجال التعليم، اللي بيهتموا بالجانب الترفيهي والجانب الفني في تعليم الاطفال وتنميه مواهبهم بشكل كبير جدا. مش بس احنا عندنا في مصر يبقى المدارس الخاصه يا استاذ ايهاب والمدارس الانترناشونال هي اللي عندها اهتمام بالاطفال وعامله لهم مسارح وعامله لهم اكتشاف مواهب وبتعمل لهم حفلات والكلام ده كله. احنا عايزين حتى المدارس الحكوميه، واحنا بنناشد وزاره التربيه والتعليم ومعالي الوزير بالاهتمام بالجزء ده كبير جدا، يبقى فيه فريق متخصص بمتابعه الاعمال الفنيه والثقافيه في المدارس الحكوميه. وباكد مره ثانيه وبقول المدارس الحكوميه، لان بجد بجد احنا مفتقدين الموضوع ده في جزء كبير منها.
لان ده بالطبع بيأثر. وايه ما يمنع ان المدارس الحكوميه يا استاذ ابراهيم ان هي تعمل بروتوكولات تعاون مع بعض المخرجين والمؤلفين والممثلين، ان يبقى في بروتوكول تعاون، ان احنا مثلا مدرسه عمر بن الخطاب في منطقه كذا عملنا بروتوكول تعاون، او الاداره التعليميه مع مخرج الاستاذ ايهاب نعمان ان احنا تنسق لنا ان هنطلع لك المجموعه المتميزه والموهوبه عندنا في المدرسه، اكيد طبعا 50 60 واحد الاوائل الموهوبين اللي عندهم مواهب ونفسنا ان هم ان احنا نشجعهم كمدرسه، وبنعرض المواهب دي على حضرتك. أكيد. تمام، وحضرتك بتختار العدد منهم الموهوب بالفعل وتبدا توظفه وتبدا تديله الدور بتاعه في المسرحيه او العمل الفني بتاعك. تمام. فاحنا بنشجع بجد، وعشان كده كان سؤال مع ابراهيم طارق، يعني حاول لو المدرسه بتاعتك مقصره معاك في الموضوع ده قول لي واحنا ننشد الدنيا كلها يعني. تمام، واحنا ان شاء الله متاكدين ان وزاره التربيه والتعليم فيه اهتمام كبير جدا 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 بالتعليم وبالمناهج الدراسيه وبالتطوير والكلام ده. نرجع تاني للأستاذ إيهاب نعمان، وكلمنا إزاي هتقدر تساعد مشاهدينا الكرام من الأطفال ومن الفتيات ومن الشباب اللي بجد نفسهم يلاقوا فرصة حقيقية في الظهور على خشبة المسرح أو المشاركة في أعمال فنية. تمام. يعملوا إيه؟ يعني احكي لي كده، يعمل إيه؟ يتواصل معانا، يتواصل مع حضرتك، يروح لك فين، يعمل إيه بالظبط؟ هو ما فيش مشكلة، أنا بتعهد من خلال البرنامج. تمام. إن أنا هكتشف المواهب كلها. هنا الكاميرا هنا. هكتشف المواهب وما عنديش اي مشكله خالص، وانا بفتح الباب لاي حد عنده موهبه التمثيل او الغناء او الرقص، اي موهبه موجوده انا مستعد ان انا اتبناها، واتعهد من خلال البرنامج. في ارقام يتواصلوا عليها من خلال الاداره المسرحيه، ما فيش مشكله خالص. طبعا المكان كده كده في رمسيس. تمام، اللي عايز احنا كمان عرضنا الارقام الذهب دي، ارقام الاستاذ ايهاب نعمان. أيوة. المخرج المسرحي برضو اللي حابب يتواصل معاه يتواصل معاه، بس اهم حاجه يقول له من خلال برنامج عيون مصريه. لو ما قالوش من خلال برنامج عيون مصريه مش هيشتغل ولا هيكتشف موهبته. اتمنى فعلا ان انا فعلا عايز اتمنى فعلا ان انا اكتشف المواهب ديت، لان هي زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هي مواهب كلها مدفونه. تمام. وبسبب ايه؟ بسبب الماديات. يعني النهارده مثلا عشان انا اروح اخد ورشه تمثيليه بره عند اي مخرج مش اقل من 3000 جنيه، وانا النهارده عندي الموهبه يعني انا ونفسي اروح بس ظروفي الماديه مش سامحه لي. تمام. انا بفتح الباب وبقول انا مستعد اتقبل اي موهبه وبدون مقابل مادي، اتعهد من هذا البرنامج بهذا الكلام، وبقول ان انا بتعهد ان انا بدون مقابل مادي مستعد ان انا اساعد الشباب، لان الشباب لازم يكون له دور في المجتمع من خلال زي ما حضرتك قلت الترفيه. لازم فعلا نبقى زي الدول التانية، ليه ما نبقاش احسن كمان من الدول التانية؟ بالزبط. ده فعلا اللي انا بتمناه، فانا بقول اهو من خلال برنامج تاني، وباكد على الساده المشاهدين ان كل اللي عنده موهبه وحابب ان هو يمثل احنا يعني مستعدين نفتح له الباب وما فيش اي مشكله خالص، واهلا وسهلا بيه في فرقه عالم المسرح. تمام، بجانب الاساتذه اللي طبعا. بس احنا عايزين نعمل حاجه يا استاذ ايهاب برضه. اتفضل يا فندم. احنا مش عايزين مجرد ان انت برضه، اعتقد ان في ناس كتير جدا شافت الارقام دلوقتي وناس كتير جدا هتتواصل عليك وهتلاقي اتصالات كتير جدا. تمام. فاعتقد الموضوع ده عايزين نعمله بآليه وبشكل كويس جدا. تمام. نعمل نخصص الفقره بتاعت مواهب مصريه، بدل ما احنا كل حلقه بنتلقى اتصالات كفريق عمل للبرنامج. تمام. وبنجيب بعض الناس اللي بيبقى معانا ثلاث اربع، اخترنا ثلاث اربع مواهب عندهم اصوات كويسه وعندهم اداء كويس، ونبدا نعد معاهم الفقره بتاعتهم ونقدمهم. لا، يبقى الموضوع ده سواء الناس اتصلت على ارقام الاستاذ ايهاب او تواصلوا على البرنامج، نحاول نجمع كل حلقه فقره فنيه اللي هي الفقره بتاعت مواهب مصريه اللي احنا بنعملها كل مره، ونعرض هذه المواهب قدام الساده المشاهدين عشان يبقى الناس كلها شايفه احنا بنعمل ايه، وشايفه المواهب بجد. احنا اكتشفنا مواهب ظهرت لاول مره على شاشه الفضائيات، وان شاء الله احنا بوجود الاستاذ ابراهيم والاستاذ بيده، وان شاء الله في بعض الفنانين هيكونوا معانا برضو في الحلقات القادمه هيتبنوا هذا الموضوع. الاستاذ ايهاب طبعا اسف على ذكر الاسم. ارجع للاستاذه زبيده سليمان واسالها، وانت بتكتبي السكريبت اهم النقاط اللي بتبقى حاطاها في دماغك وانت بتكتبي السكريبت او بتكتبي المسرحيه وبتالفيها، انا عايز اوصل ايه للناس من خلال المسرحيه ايا كان موضوعها؟ في حاجات كده بتبقى اساسيات. هو الحقيقه انا عايزه استكمل بس كلام حضرتك، فعلا الترفيه مهم جدا لكل الشعب بعمومه، ولكن انا ببقى عندي نظره تانية، الترفيه الهادف
انا هرفع عنه وهخليه يخرج من المسرحيه وهو مبسوط جدا، وفي نفس الوقت انا هكون عرضت له مشكله مهمه جدا، والمشكله دي هيلاقي حلها برده موجود في قلب المسرحيه بتاعتي. فانا قدرت اعمل معادله صعبه جدا، ان انا خرجت المشاهد مبسوط وفي نفس الوقت خرجته عنده ثقافه مسرحيه وثقافه مجتمعيه يقدر يتعامل من خلالها مع كل المشكلات اللي بتقابله. ودي اول النقط اللي انا براعيها في السيناريو وانا بكتبه، اني دايما اخاطب ثقافه المواطن المصري واعلو بشانه الثقافي، بحيث ان انا فعلا على مستوى العالم كله ان المصري ياخد وضعه الطبيعي اللي كان موجود زمان، ان المصريين مثقفين، ان في غياب الثقافه في غياب نوع معين من الفن احنا مفتقدينه الفتره ديت، مش موجود على مستوى القنوات بتاعتنا. فاحنا حبينا ان احنا ننضج بالفكر المصري ونعالج المشكلات دي بطريقه واعيه، ونختار الشخصيه البسيطه الجميله المهذبه اللي بتكون فعلا نموذج للشخصيه المصريه، وان انا احاول اعالج السلبيات بعدم نشرها بشكل فظيع، ان انا احجم السلبيات دي واوجد لها حلول ايجابيه سليمه. دي اهم حاجه في كتابه السيناريو. جميل جدا. وطبعا القاء الضوء على المشكلات اللي احنا بنعيشها ومعظم الناس بتتغافل عنها، فده طبعا حاجه كويسه جدا ان انا ابقى عارفه المشكله واقدر احط لها حل واقدر ان انا اتوافق مع كل فئات الشعب المصري. معلش لو قلت لك يا استاذ بيدا، بما انك كاتبه ومفكره وروائيه وسيناريست بسم الله ما شاء الله صاحبه فكر وصاحبه قلم، انا عايز اسالك في حاجه معينه. ايه راي حضرتك في ظاهره العنف في الشارع وخاصه في الاطفال والناس اللي هم الشباب او الاشبال اللي سنهم 16 17 سنه؟ الظاهره دي بقت منتشره جدا. رايك في حضرتك عاقبين على المشكله دي او الظاهره المجتمعيه السلبيه ديت، وازاي نقدر نعالجها من وجهه نظرك؟ والله هو لكل فعل رد فعل. فنتيجة الأعمال الظاهرة على كل الشاشات، مش بس الشاشات العربية عشان ما نظلمهاش، حتى بقت اتجاه عالمي ان العنف في كل الأفلام، حتى الألعاب اللي الأطفال بتلعبها أنا بلاقي ابني بيلعب ألعاب كلها عنف، بقوله ليه يا حبيبي كده؟ هي دي الألعاب اللي موجودة. طيب ليه أنا ما بدأش أغير السياسة ديت وأعمل حاجة تانية مثلا تقدر تستوجب الطاقات اللي عند الشباب دي تطلع في أعمال جميلة؟ يعني مثلا إذا الإعلام ليه دور كبير جدا، الإعلام أكيد إن احنا بنوصل صورة جدا، صورة حقيقية عن الشباب، عن الشباب الإيجابي، عن الأطفال وهم بيتعاملوا بإيجابية عشان يقدر ده يأثر على المجتمع، يأثر على باقي الناس. أيوه طبعا. تمام. نعالج المشكلة بالحل الأمثل يا بالدواء المناسب يعني. فأهم حاجة أن أنا أنشر ما بينهم الحب، التسامح، الود، كيفية التعامل مع الآخرين، تقبل الآخر وتقبل وجهة نظره. لو أنا عملت كده أنا هقضي على العنف، لأن كل واحد من جواه بقى عنده تسامح مع نفسه. طبعا. فقدر يتعامل مع الناس بالتسامح ده. فقد طبعا. الشيء لازم أنا أنميه جواه وأزوده، يعني عنده عنف لا لازم أبدله، العنف ده أقلبه لرحمة والتعامل والحب علشان يقدر يتعامل مع الناس بحب. طيب استاذ بيدا، قبل ما انتقل لابراهيم والاستاذ ايهاب، انا عايز اسمع صوت حضرتك تاني في القران، بس بقى المره دي نزود العيار شويه، نزود الايات شويه، عشان عايزين الناس طالبين حتى في المائكله، الناس بتتصل عايزين يسمعوا صوتك، المشاهدين عايزين يسمعوا صوتك. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. الله صدق الله العظيم، افتح عليك بسم الله ما شاء الله، يا ربنا يبارك فيك يا رب. والله صوت يعني رائع، يعني ربنا يزيد. صوت رائع والله. الحقيقه ان انا مكسوفه كمان شويه، ما انا شايف ان في توتر، وبعدين انا ما تزعليش مني ان انا اصراري على ان انا اسمع صوتك والناس تسمع صوتك، لان بجد احنا عندنا عدد مش كتير من الفتيات او من البنات او من النساء اللي هم بيجيدوا حته قراءه القران بهذا الصوت والقراءه الصحيحه،
ويطلعوا كده ويشجوا الناس بهذه الأصوات وهذه النغمات الرائعة. فأنا كان إصرار مني إن النهاردة أبعد شوية عن موضوع الشغل حضرتك والكتابة والسيناريست والكلام ده، وأخش في حتة موهبة شخصية أنا نفسي إن الناس تشوفها عشان نشجع الناس. إحنا بنتكلم في مواهب مصرية، لازم نشجع الناس. فإحنا بنشكرك على أدائك الممتاز. أستاذ إيهاب، عايزين نتكلم في ظل غياب المسرح. يمكن إحنا عندنا على الساحة دلوقتي فيش على الاستاذ محمد صبحي، خلينا نتكلم بقى بصراحه، الاستاذ اشرف عبد الباقي، بعض برضو الفنانين المحترمين، وبعد كده بنلاقي المسرح مفيش ما عندناش مسرح. دي حقيقه، دي حقيقه. وشفنا الاستاذ اشرف عبد الباقي والفنان اشرف عبد الباقي بصراحه، يعني الشباب اللي طلعوا كلهم بقى نجوم، كلهم علي ربيع وكل المجموعه اللي معاه كلهم بقى نجوم دلوقتي، وبيشتغلوا في المسرح وبيشتغلوا في السينما وبيشتغلوا في حاجات كتيره جدا والدراما وكده. فانت خطتك ايه؟ هل هتاخد نهج الاستاذ اشرف عبد الباقي في الموضوع ده وتتبنى الشباب، ودي رؤيه حضرتك حاطه في دماغك، ولا هتاخد يعني تسلك طريق الاستاذ محمد صبحي وفي الفنان الرائع والفنان العظيم اللي يعني ابدع طبعا لكل المصريين في كل ادوار؟ اكيد ده استاذنا كلنا طبعا محمد صبحي، يعني مفيش كلام. والله الفتره اللي جايه اللي احنا فيها اللي هي الحاليه ديت، احنا على اكبر قدر ان احنا بنحاول ان احنا ننمي الشباب ديت، ونتمنى ان كل موهبه من دولت ان هي توصل لحلم هو موجود او مدفون جواها. ده يعني ده اللي انا اقدر اقدمه للشباب. انا خدمتي من هنا ان انا اقدر اوصلك. انا بتمنى من كل واحد مثلا معايا في الفرقه ان هو عنده حلم وعنده طموح، وبيبص ان هو دايما بيبقى احسن. هو دايما يعني يقول لك ايه، ليه انا مبقاش زي مسرح مصر؟ فكل الحاجات دي بتحتاج خطوات ومجهود، وبتبذل مجهود كبير جدا جدا. بس ان شاء الله يعني في الخطوه اللي جايه او في الطموح اللي جايه ان شاء الله باذن الله، طبعا نتمنى ان احنا نكون جزء صغير حتى من استاذ محمد صبحي او الاستاذ اشرف عبد الباقي. ده طبعا ده شرف كبير طبعا يكون لينا. فانا ان شاء الله باذن الله من خلال البرنامج انا متعهد تاني للناس ان انا هنمي اي موهبه هي جواها يعني. واحنا معاك، انا عايز اقول لك على حاجه، احنا معاك كبرنامج عيون مصريه وفقره مواهب مصريه، احنا معاك في هذه المبادره وهنساعدك. وعايزين نقول كمان الناس اللي هتبقى موهوبه بجد وعندها يعني اصرار ان هي توصل وان هي تأدي وتعمل شغل كويس، هنتابعها. مش بس ان احنا نجيبها هنا وتفرض موهبتها على الناس، لا ده احنا كمان هنتابعها في المسرح معاك، ونعمل عنها تقارير، ونحاول نبرز الموهبه اللي موجوده عندهم دي لمصر كلها. تمام. اتمنى بس كانت في حاجه تانية، ان يعني ليه الدوله ما تفتحش المسارح بتاعتها للشباب؟ تمام. يعني ليه الدوله ما تعملش حاجه زي كده؟ ليه دايما بنعمل اللي هو المسرح المخصص؟ ليه يعني ليه بيبقى في تخصيص؟ الخصخصه دي مش حلوه للشباب. تمام. فلذلك بتلاقي كل موهبه من ديت مدفونه. تمام. مش لاقي مكان يروح فيه. فاحنا النهارده لو الدوله مثلا فتحت المسارح بتاعتها لكل الشباب اللي عنده الموهبه وعنده الطاقه، بتدينا احنا. هل ده فعلا يعني المعلومه دي حضرتك دلوقتي بتقولها، هل ده فعلا موجود؟ يعني مفيش في الدوله مش مخصصه بعض المسارح للشباب اللي هم لا طبعا. يعني في مسارح كتيره تبع الدوله مقفوله. انا مش بقول كلام وخلاص حضرتك، انا بقول كلام وانا متاكد منه. تمام. في ظل ذلك ان المسرح كان غايب نهائيا. تمام. يعني ما كانش فيه خالص، ما كانش فيه مسرح. فجاه ظهر مسرح مصر. تمام. ابدع الناس والكلام ده كله، حيا المسرح من جديد. والله يا استاذ ايهاب دلوقتي مش المسارح بس كمان، يعني احنا بنناشد برضو دور قصور الثقافه، لها دور كبير جدا. بالظبط. دي اهم حاجه جداً. دي فعلا صح، ما هي احنا بنتكلم في قصور الثقافه. انا شفت بنفسي قصور الثقافه يا استاذ زبيده، لها دور محترم جدا جدا. والله العظيم انا بشوف مواهب، اعتقد ان يعني شفت مواهب في يعني بعض الاطفال عندهم مواهب فنيه ومواهب في بعض المدارس الحكوميه وقصور الثقافه، والله ما شفت زيهم في حياتي، لا في اي مسلسل ولا في اي مسرح. دي حقيقه. الناس دي بجد لازم احنا ندور عليهم، يعني بالزبط. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بالزبط. الناس دي لازم احنا نجيبها ونظهرها ونساعدها. بالظبط. ده دوركم، ده دورنا، ده دوركم، واحنا معاكم. انا معاك في اي حاجه حضرتك، يعني معاك. انا طيب انت يا استاذ ايهاب، معلش انا اطول معاك. لا اتفضل يا فندم. لانك تعقبت على حته تقصير في حته انه وجود مسارح للشباب.
في ايه المشاكل اللي بتقابلك انت كراجل مخرج لسه بادئ الحياه الفنيه من فتره مش بعيده وعملت اكتر من مسرحيه؟ اي نعم بس اكيد بيتقابلك مع اوقات او بعض الصعوبات، فخلينا نتكلم بصراحه كده عشان خاطر حتى صوتك يوصل للناس ويوصل للمسؤولين ونشوف نحاول لو في مشكله او في صعوبه او في صعوبات في اجراءات معينه نحاول نساعد. تمام هو بص، هي بتبقى اكتر مشكله بتقابلني هي الرقابه. تمام ابعد عن الرقابه يا ريت كده على طول. طب بناخد فيها وقت طويل فعلا يعني. لا طبعا ما بقولش ان ما اعقبش ان هي بتبقى فيها مشكله ولا حاجه يعني، هو بس بتبقى صعبه شويه في ايه اللي بيبقى مطلوب منك وانت بتعمل مسرحيه وبتحدد المكان اللي انت بتعمله بالظبط؟ ايه الاجراء اللي انت بتقدمه في الرقابه وايه المشكله فيه؟ الوقت، بس الوقت يعني انا مثلا محدد لي ان انا مثلا استلم النص بتاعي خلال شهر، ممكن يقعد شهر ونص شهرين، وانا مثلا ببقى عندي مده يعني مده معينه انا محددها للعرض بتاعي. تمام. يعني انا مثلا بقول العرض بتاعي مثلا يوم 25/12. طب هل ده بيبقى مع الاستاذ ايهاب بس ولا هل ده بيبقى مع ده طبيعي؟ لا هو بيبقى طبيعي، ما عشان بس ما اقولش يبقى معايا انا لوحدي، لان هم طبعا مش ممكن اكون مستقصدين ايهاب نعمان بس يعني. لا طيب يعني هو ده لا 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 يعني قصدي ممكن تكون، فاحنا نحاول ان احنا نقدم النص بدري شويه ونحاول برضه استاذ ايهاب ما نحددش نقول للناس احنا هنعرض الشهر اللي جاي وانا عارف ان احنا الاجراءات القانونيه كلها يعني احنا برضه احنا بس استعدادات، احنا بنقول كاستعدادات، لكن احنا طبعا ما بنسبقش قبل الموافقه. لازم تبقى في حاجه مستند في ايدي ان انا بناء عليه اتكلم واقدر اقول مثلا لا ده العرض بتاعي يوم 25، العرض بتاعي يوم 23، بناء على ذلك الكلام. وبعدين في برضه مشاكل بتواجهنا تاني من خلال، انا هخرج عن النقطه ديت، الفريق نفسه. تمام. كل عنصر انت بتختاره ازاي؟ ده بيبقى فيه تعب شويه. تمام. والانسجام اللي والانسجام كمان يعني انت حضرتك لما قلت بتجينا نتكلم فعلا هو جاي بيبقى سن خايف، يعني انا بقول له قوم اعمل لي مشهد. تمام. بيبقى خايف مرتبك. فاحنا كل الحاجات دي بنحاول ان احنا بنخرجها من جواه من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. طيب انا بقى عايز دلوقتي يا استاذ ايهاب واستاذ بيدا وهيمه عايز منك دلوقتي كلمه اخيره هتقولها للشباب في مصر وفي الوطن العربي، بتخاطبهم بايه؟ سواء كان في المسرح او بره المسرح، في الفن غير الفن، كلمه انت شاب هتوجه كلمه للشباب، كاميرا قدامك وشوف هتقول ايه. أنا بوجه للشباب، مصر طبعا بلدنا جميلة، في عندنا حاجات كتيرة وإحنا مش واخدين بالنا منها، أيا كانت العواقب أو الظروف اللي هي بتقابلنا فإحنا لازم يبقى عندنا الإصرار والعزيمة. من طول ما إحنا ما عندنا حلم وعايزين نحققه جوانا إصرار وعزيمة هنقدر نحققه، لكن لو جوانا صعوبات وكسور ودايما والكلام ده كله، فده بيوصلنا لطرق مش حلوة خالص غير هادفة. تمام. فانا بتمنى من كل حد فعلا عنده حلم يبقى عنده الاصرار والعزيمه، واي كانت الابتلاءات اللي بتقابلك او بتواجهك واجهها، لان فعلا احنا في بلدنا في حاجات جميله كتيره جدا. جميل جدا. استاذه زبيده، انا احب اقول لكل شاب ان انت جواك طاقه متفجره من الحياه ومن الحب ومن التسامح، حاول تشتغل على الحاجات دي، انسى كل العقبات اللي قدامك، حاول تشوف الدنيا بنضاره ورديه، مفيش حد ما عندوش مشاكل، ولكن الانسان الحقيقي فعلا هو اللي قادر يخرج من المشكلات دي بحلول ليه ولكل اللي حواليه، وخصوصا ان مصر بلدنا غالية علينا جدا ومن حقها ان احنا نشتغل ونجتهد عشانها، لان هي فعلا تستحق كده. جميل جدا. هيمة بقى مش هنقول لك قول للشباب، قول للي في سنك يعني تنصحهم بايه؟ انصحهم الموهبه اللي عندهم يعني يشتغل عليها. جميل جدا. جميل جدا. ممتازه هيمة. ممتازه هنا. كان عندي حاجه بس صغيره كنت عايز بس اقدم الشكر طبعا لاداره القناه، وعايز اقدم شكري لفريق عالم المسرح كله، وبختص الاستاذه عزه محمود والاستاذ محمد يسري والاستاذ كريم مجدي، بشكرهم كلهم جميعا، وطبعا وعلى راسهم استاذ ايهاب رمضان. جميل. ده حد جميل جدا، وده نائب رئيس فرقه عالم المسرح، فانا بشكرهم كلهم جميلا من خلال البرنامج ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا بنشكرك يا استاذ ايهاب على وجودك معانا، وبنشكر الاستاذه زبيده سليمان، نشكر ابننا يعني ابراهيم طارق. وبكده اعزائي المشاهدين يعني نتمنى بجد والله ان احنا يكون قدرنا نوصل يعني نفسنا نحقق ولو هدف بسيط عند طفل، عند شاب، عند فتاه نفسهم يعملوا حاجه ومش عارفين يروحوا فين ويجوا منين زي ما بيقولوا. ف
فاحنا قدمنا لكم الفرصه وعندكم المبادره، نزلنا ارقام تليفونات البرنامج على الشاشه، نزلنا ارقام الاستاذ ايهاب على المخرج المسرحي. اي شاب، اي فتاه، اي طفل عايز ينمي موهبته في عالم الفن او الغناء باي شكل من اشكاله يتواصل على الارقام، واحنا معاكم ان شاء الله باذن الله، وده هدف من ضمن اهداف عيون مصريه. وانتظرونا في الحلقه القادمه، وعيون مصريه بنقدم لكم اجمل واحسن الفقرات اللي بتهم كل المواطنين على مستوى الوطن العربي. دمتم على خير والى اللقاء اذا كان في العمر بقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.